أنا سمعت لك قصة شيخ ذكرتني فيها، إن في عز الحر في قبر من القبور كان بارد، صحيح هذا الكلام؟ نعم نعم، القصة هذه مشهورة، وهذه من بعض الكرامات اللي تظهر على الموتى. يعني هناك بعض الكرامات من علامات حسن المنظر تبان من علامتين إلى ثلاثة، لأكثر واحد تبان عليها 6-7 علامات من حسن المنظر، وكذلك سوء المنظر تبان يعني 2-3. فأكثر حالة صادفتني من حسن المنظر 7 حالات في ميت واحد. عطني إياها شيخ، شخص واحد؟ في شخص واحد، نعم. هذه القصة يعني لا أنساها أبدا ما دحين. هو لرجل استدعوني، يعني استدعاني ولده، اتصل فيه في المقبرة قال لي يا شيخ أنا والدي توفى ونبغاك تيجي تغسل في البيت. فرحت للبيت، لسه ما جاء الميت من المستشفى، ما جابوا منه، فجهزت لوازم الغسل انتظارا للجنازة. فأحضروا الجنازة وأدخلنا مكان الغسل. قلت فين مكان الغسل؟ قالوا هنا يا شيخ تحت السلم، تحت الدرج، مثل السلم تحت السلم، ما في إضاءة. قلت لا في إضاءة ولا في تكييف، والميت إذا جلس 6 ساعات في مكان غير بارد تذاع ريحته، يعني غير في برودة سوف تذاع ريحته. فقالوا يا شيخ هذا المكان اللي عندنا بس، فنبغى نعجل عشان نصلي عليه فجر الخميس. جهزت لوازم الغسل، جبت الميت جردته من ملابسه وحطيت على السترة، وبدأت أنجيه. التنجية كيف؟ نضغط على الميت براحة اليد اليسرى من جهة البطن لإخراج المايع القرقروش. ما حنضغط على الميت بالقوة حتى نخرج اللي في بطنه، لا، فقط المايع القابل للخروج. عندما نجيت هذا الميت نطلع قطعة الخرقة، إذا تغير لونها فلازم بثاني، أزال ثالث فردي لغاية توصل لـ11 ساعات. هذا 3 مرات لم يخرج شيء زي ما خرج من بعض الموتى. سبحان الله. هذه أول كرامة. ثاني كرامة، لما جينا جيت أوضي وضوء الصلاة، وضوء الجنابة، وضوء الغسل، وضوء كامل. فلما جيت رفعت يدي اليمنى كان أصبعه ناطف شهادة، هذه صورتها موجودة وتشاهدونها، صورته أصبعه كان بشهادة. هذا الأصبع يعني لو أحد مزح مع الثاني ممكن يكسره لأنه غضروف، لكن هذا الأصبع كل ما جينا حطيناه نرجعه عشان في الكفن حيبان مرفوع. كل ما رجينا نحطه ما يرجع زي ما كان، فسيبه زي ما كان. هذه كرامة ثانية ما يلاحظها إلا المغسل واللي يحضر مع الغسل، لأنه بقية الأخوان فقط الفرجة إلا من رحم الله يبغى يتفرج بس، ما يشوف الكرامات هذه اللي تظهر من الميت. بعد ما نجيته وغسلته الغسل الأولى بالسدر، في لمعان في وجه الميت هذا وهو ميت، اي ميت، في لمعان كده أنا مستغرب، يعني ما في إضاءة، الإضاءة كانت عكس في السلم. فجبت أنا قطعة من القماش اللي كنت نجيه وحطيتها على جهة رأسه، أبغى أشوف اللمعان هذا جين فين، عمل ظل زي كده، فوجدت نفس الموجود حتى عمل. هذه الثالثة. الرابعة بعد ما انتهينا وجيت أجي طيبه، لازم نطيب الميت، نطيبه فين؟ في أماكن السجود اللي كان يسجد فيها لله وحي في المسجد، في الجبهة واليدين والرجلين وأصابعه. فما جيت يعني أطيبه في ريحة خرجت منه قبل ما تطيبه، دحين أنا ما أعرف إنها من الميت، إيه في ريحة، أنا اعتقدت إنه منه أولاده، قلت بعد ما أغتسل أغسل أبوه وأجهزه أطلب منهم يحطوا لي الريحة دي وأنا أتروش، وهم الأخوان الولدين يفتكروا الريحة مني، هم يظنون ريحتكم تتضر ريحتهم، أيوه، وأنا أظن الريحة من عندهم حاطينها متطيبين فيها، وأنا هم يظنوا مني بعد ما يروحوا المسجد يبغوا يطلبوا الريحة دي مني. ما تأكدنا هذه الريحة إنها من الميت إلا ما حطيناها في المسجد. لما دخلنا المسجد بدأ اليمين والشمال اللي جالسين في الصف اشتموا، كل واحد يبغى يعرف الريحة دي طالعة من فين، الريحة دي طالعة من فين بيطلع. بعد ما صلينا هذه الرابعة صلينا على الإمام، قام الإمام بعد ما صلينا صلاة الظهر، قام الإمام عشان صلاة على الجنازة. قبل ما يصلي على الجنازة قال يا أخوان الإمام حي يرزق لغاية الآن موجود، وقال يا أخوان اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد. الإمام يقول، الإمام يقول فقدنا نور من أنوار الله في المسجد. شلون؟
دحين احنا ما نعرف الكلام، هو قال الكلمة هذا فأخلص له في الدعاء، تجيك القصة في الأخير، فأخلص له في الدعاء. يما لنزلنا الرجل هذا القبر تأكدنا أنه ريحة الريحة هذه منه، أولاده وبعض الإخوة والأقارب شموا الريحة هذه في القبر، فتأكدناها أنها منه الريحة. الريحة هذه شيخ نبيل جلست في جسمي في يدي أكثر من 3 أيام ما خرجت من جسمي إلا يوم اغتسلت من جنابة، كانت في جسمي ولو أعرف إنها ماذا كنت ما اغتسلت. الشاهد في هذا كله شيخ، القبر كما حاوريكم في الصورة، القبر عبارة عن غرفة 150 × 70 × 1.5 متر، لها فتحة مثل فتحة المكيف ينزل فيها، ينزل الميت سل برأسه ثم يضعون على جنبه الأيمن وتحل الأربطة فقط، ما يكشف عنه، تحل الأربطة ثم نأتي بالتراب الطين هذا نضع على ظهر الميت عشان يسنده على وجهه على القبلة. تخيل هذا القبر في عز الحر، إما يكون روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار، تنزل في عز الحر في عز البرد وتشعر إنه الماء ينزل من رجلك من حرارته، ونحن في برد زي الجو اللي احنا عايشين، او العكس حر وتنزل في جوة القبر تلاقيه زي المكيف، وهذا الرجل العكس، لما جيت احط التراب على ظهره عشان اسنده ما قدرت، يدي تشنجت كده. شيخ شنو السبب؟ طبعا من برودة الارض وبرودة التراب ما قدرت اجمع التراب هذا على ظهره، فاضطريت ان استخدم شماغي حطيت لفيته على يدي حتى أجمع التراب حتى لا يقلب على ظهره ولا يقلب على بطنه، سندت بهذا التراب من برودته. ونحن في عز الصيف والحر ودرجة الحرارة 45، يعني شيء غريب جدا أن يحدث مثله. شيخ هذه العلامات كلها والكرامات لرجل واحد وعلامات يعني إن شاء الله حسنة لشخص واحد، أكيد في سبب الله عز وجل أعطاه كل هذا الخير بعد موته. أنا ودي الشيخ تذكرون السبب، لكن استسمحك شيخ إن عندنا فاصل. أهلا بكم من جديد شيخنا، كل هالعلامات الحسنة والكرامات لشخص واحد، ليش يا شيخ؟ طبعا مدة عملي في هذا المجال 21 سنة متطوع لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا بنفسي استغربت هذه العلامات من شخص واحد، فلا بد هناك في سر، لا يعني ما أستطيع إلا لازم أعرف هذا السر. فرحت أول يوم في العزة، رحت العزة اللي سووا للميت هذا، وجلست مع المعزين على الكراسي، وكل ما أسأل واحد أقول إيش طبيعة الرجل هذا، إيش يشتغل، فين يروح، مين أصحابه، مين ما يعرفه، يقولوا يا شيخ كل ما نعرف عن الشخص هذا إنه نقابله في المسجد فقط، ما ندري فين يشتغل فين يروح فين يجي. آخر حاجة دلوني قالوا له شوف هذاك ولده وكلمه، فقلت تزهمت ولدي، قلت لي ولدي تعال أبغى أعرف عن أبوك هذا، أنت شفت بنفسك هذه الكرامات كلها اللي طلعت من والدك، إيش قصة أبوك؟ قال يا شيخ أنا أقول لك القصة هذه عن لسان والدتي عن لسان أمه، كيف بدأت مع هذه القصة؟ تقول والدة هذا الرجل الميت تقول لابنها، تقول انه ابوه من الناس اللي يصوموا الايام البيض الربوع والخميس 13 و15 ويصوموا يوم الاثنين والخميس، صوام ما شاء الله. نعم، فكان في ذاك اليوم صايم، فجاءت زوجته الساعة 1 في الليل جابت له التمر واللبن وقالت له يا فلان قوم اصحى عشان تتسحر للصيام بكره، قال لها انا بردان ابغى ماي ديني مويه، فشربته الماء وجلست جنبه شافته بردان فقعدت تقرا القران جنبه، فحست باصوات تطلع من صدره، خرفشه تطلع من صدره، هذه من علامات الموت، حشره الصدر، فراحت على طول صحت اولادها وقالت خذوا ابوكم على المستشفى على طول، والمستشفى هذا موجود لغايه الان وعندي رقم الملف ورقم التاريخ اللي دخل فيه، ودوا جاءوا الأولاد وشالوا أبوهم ودوا المستشفى على طول، الدكتور قالوا دخلوا العناية المركزة،
ودخلوا العناية وحطوا له الأجهزة وأجهزة ضربات القلب وكلهم جاء الدكاترة واقفين عنده. خرج الدكتور وقال لزوجته وأولاده قال لهم روحوا البيت الآن هو تحت العناية المركزة وإن شاء الله بكرة تعالوا زوروه في الصبح. يقول الممرض اللي كان سهران على هذا الرجل كان جالس في العناية المركزة لازم يخلوا أحد ينتبه للأجهزة وليس للميت للمريض ينتبه للأجهزة. يقول أنا جالس أقرأ القرآن وعيني على الأجهزة. يقول يا شيخ سمعت جهاز التلفزيون حق ضربات القلب يعمل طنين. نعم. طنة واحدة على طول. لما يتوقف اليوم. نعم معناه إنه القلب توقف ما ترجع. لكن يا شيخ الغريب في هذا اللي خلاني يعني أخرج من الغرفة زي المصروع إنه الجهاز القلب واقف وهذا الرجل يرفع بإصبعه بالشهادة. ليش؟ يقول يا شيخ بيرفع إصبعه لأنه كانت الكمامة في أنفه فلم يستطيع نطقها. الله. يكفي ما قدر ينطقها في فمه. شهد بصبعه. نعم. نعم. إذا ما يكفي بإصبعه يمكن يشاهد الشربية بعينه. أو برأسه أو إلم. المهم إذا ذكرها كلمة التوحيد هذه لا يذكر أي كلمة بعدها. إذا ذكر كلمة أي بعدها يعاد عليه التلقين. آخر كلامه. آخر كلامه تكون من الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول هذا الاستغراق فأستدعيت الجرس وجو الأطباء وعملوا له التنفس الاصطناعي وضربات القلب كأنه يقول الرجل هذا يعني إيش يفيدني أجهزته. خلاص خرج من الدنيا. نعم خرج من الدنيا. فاتصل بأولاده وفهمهم الموضوع كلم كذا كذا كذا. هذه أحد الثانية. جيت بعد انتهاء العزاء صلينا في نفس المسجد اللي قال الإمام فيه نور من الله نور من أنوار الله تفاء سبحان الله. فجيت للإمام سألته قلت له يا شيخ أنا اللي غسلت هذا الرجل أنت قلت كلمة ما رقدت أنا أبغى أعرف إيش اللي نور من أنوار الله تقول تزكي هذا الرجل الميت. قال يا شيخ أنا لي 15 سنة أصلي في المسجد هذا. الإمام يقول الإمام كما المسجد شو. نعم. 15 سنة أصلي في المسجد هذا نفس يوم واحد بلاش يوم يقول نفسي صلاة واحدة فرض واحد أجي قبل الرجل هذا في المسجد إلا هو موجود إلا هو قدامي وفي الصف الأول إما عن يميني أو عن يساري. الله أكبر. 15 سنة يصلي يقول لي أنا صرت متغاظ يعني زعلان مو زعلان الحقد هذا أبغى أجي يوم واحد بس فرض ما ألاقي الرجل هذا إني جيت قبله وفرحان ألاقي إما عن يميني أو عن شمالي. الله. قال لي كمان أديك من الأزيد كده زاهم المؤذن. قال له إيش تقول في هذا الرجل؟ قال يا شيخ هذا الرجل يضايقني في صلاة في أذان الفجر وأذان العشاء. شوف يضايقه في أذان الفجر وأذان العشاء كيف يضايقه؟ قال يا شيخ تعرف بعد الفجر بعد الأذان الناس تبغى تغلق وتروح وعند العشاء نفس الحكاية تروح الناس لكن هذا الرجل ما يعني أجي ألاقيه عند عتبة الباب نور خافت حق باب المسجد يقرأ قرآن لغاية ما يفك يجي العامل يفك باب المسجد ينتظر فتح باب المسجد ينتظر فك باب المسجد برضي مراضي سبحان الله. قال لي أزيدك كمان زيادة على الرجل هذا زهم العامل حق نظافة المسجد. قال له إيش تقول في هذا الرجل عامل من دولة أسويها. قال بابا هذا رجل هذا نفر ميت ما أخرج أنا بعد صلاة فجر أبغى أروح نوم بعد صلاة عشاء أبغى أروح نوم لكن هذا الرجل ما يخليني في نوم. كيف ما يخليك تنوم؟ يقول ما يخرج من المسجد إلا تكون رجل اليمنى آخر واحد خرج من المسجد. الله ما يرضى أحد يكون أبدا وراء. يخرج بعده حتى لو يكون في واحد يقرأ ولا شيء يستنى لغاية ما يخرج سبحان ويخرج العامل وطفي نور المسجد وبعدين يخرج هو. ورجل قلبه متعلق معلق بالمساجد طبعا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. نعم. الله أكرم بعد موته.